خير عليكم، معاكم هشام شاور خبيرة مدربة الاتيكيت. النهاردة هنتكلم على اتيكيت التعامل المهني، وازاي ان احنا نكون في مكان واحد ونتعامل بأصول. طبعا الموضوع ده كبير جدا، مش هينفع في فيديو عبارة عن دقيقتين ثلاثة، ولكن قواعد العمل اسمها كود اوف اسكس بتبقى المفروض انها في الشركات الكبيرة. ما ينفعش ان انت تروح مثلا كبنت تروحي الشغل وانتي لابسه احمر وسايبه شعرك وحاطه فول ميك اب والبرفيوم بتاعتك اوفر جدا. لا، ده انا باخد الوسطيه من كل شيء، ان انا شكلي مهذب، الميك اب بتاعي هادي، شعري ملموم، الكيرلي لا، الحلقان الكبيره لا، المفروض انه بقى في تغيير، او لابسه سوت او بدله. الرجاله نفس الموضوع، بدله والكارفت مثلا او الكارفت مثلا بس بيبقى سيمي فورمال من غير كارفت مثلا، بيبقى البليزر. في النهايه انا بتعامل بالاصول، ما ينفعش ان انا مثلا احط اكل على المكتب بتاعي، ما ينفعش ان انا اخد قوي على زملائي من اول يوم في الشغل ولا بعد شهر ولا بعد اتنين. العلاقه في الشغل حتى لو هو زميلي فانا بقول له يا استاذ، ما ينفعش ان انا اخترق او ادخل الصحوبيه في مجال الشغل ابدا ابدا. في نفس الوقت الراجل والست في بينهم اتيكيت، انت ما ينفعش تتكلمي على علاقاتك العاطفيه قدام اي راجل اصلا، وانت كراجل ما ينفعش برضه تتكلم على علاقاتك العاطفيه قدام اي ست. دي من باب الاصول ومن باب الاتيكيت. الاتيكيت ممكن تبقى كلمه مستفزه بالنسبه لناس كتير وتقيله، ولكن انا بشوف ان هي اصول، يعني الحاجات اللي اهلنا ربونا عليها، العيب والغلط وقبل كل ده الحرام. اتيكيت التعامل المهني بيشمل حاجات كتير قوي، زي انك ما ينفعش تتملق للمدير على حساب زملائك. يعني حتى لو انت عايز تجيب هدية للمدير فبتبقى شيرينج مع زمايلك، ما ينفعش ان انت تجيب له هدية مثلا وتبقى انت ست وتجيب هدية الراجل وتبقى بيرسونال شخصية ويبقى مثلا عبارة عن بيرفيوم او حاجة. ده غلط جدا. تتعامل مع المواقف بذكاء وتعدي، متقفش على الواحدة. تفرق ان انت تتعامل مع راجل او ست، لو راجل يعني انت راجل فالموضوع بيختلف، لكن لو انت راجل وهي ست فلازم يتحط حدود، ما ينفعش تشيلي الكلفة سواء انت راجل او ست وبتتعامل مع ايا كان برضو اللي قدامك نوعك او غير نوعك. يعني انت راجل وهو ست وهو راجل، فعشان كده شيل الكلفة. لا، انت في الشغل لازم حدود وما تشيلش الشغل ابدا. ما ينفعش ان انت ترمي على زميلك الشغل كله وتقول له شيل عني. قواعد العمل كتيرة، ولكن اتيكيت التعامل المهني ما ينفعش ان احنا نتكلم عن حياتنا الشخصية في الشغل. لازم تبقى ريحتنا حلوة، بس ما ينفعش برضو ريحة تبقى مبالغ فيها واحط البرفيوم كله وانا رايح الشغل. يا رب فيديو النهاردة يكون مفيد وكان خفيف على قلوبكم. كانت معاكم شهاندة شاور خبيرة ومدربة الاتيكيت. باي باي.